كشف مقدم البرامج المصري باسم يوسف أنه أقفل بنفسه حسابه الرسمي على أكس يلي عم بيتابعه تقريباً 11700 مليون شخص موضحاً بمنشور تضمن عدة نقاط أنه لن يضع نفسه في خانة الضحكة. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مشاجرة محتدمة حدثت بين الفنان محمد فؤاد وأحد الأطباء من أفراد مستشفى عين شمس التخصصي، مما تطور إلى تضارب بالأيدي أدى إلى تدخل القوى الأمنية وتحرير محاضر من الطرفين في قسم الشرطة.